يفترض بهذا الجسر في محافظة بابل أن ينجز وظائف كثيرة يحل فيها الكثير من إشكاليات الأزمة المرورية وغيرها من الأزمات لدى أهالي المحافظة، لكن الجسر الذي طال انتظار إنجازه بات أشبه بشماعة عند مترشحي الانتخابات، وانحصرت وظائفه اليوم ليكون جداراً تعلق عليه صور هؤلاء المترشحين. هو هذا خلوا للدعاية لهم، يعني ما بيش يعني شوقت ما يجي ينتخبوني يعلقون صورهم بي، ماكو يعني أي إشكال. هو ما حد يستحبهم الجو اللي ذولا والقبلهم ما حد يعني، بس يعني سبيل وقتي بس وقت الانتخابات يشوفهم هذا، بعد ما حد يشوف معدهم حتى صورهم ما يشوفهم. ويرى مواطنو بابل أن تأخر إنجاز هذا الجسر ما هو إلا انعكاس لحجم الفساد الحكومي الذي استشرى في المحافظة والعراق عامة، وأنه من السخرية والعيب أن يعود المترشحون الذين عملوا على بناء هذا الجسر ثم أهملوه لاستخدامه كأداة للدعاية والإعلان عن أهدافهم وأعمالهم المستقبلية لبناء العراق. ما يقارب 13 سنة انه ما لمسنا شيء جديد من عدها، وما لمسنا فد اعمار فد شيء نقدر نتامل بهم خير الحكومات السابقه. فاقل شيء نقدر هسه يوصف الحال انه هذا الجسر اللي هو صار له ما يقارب الخمس سنين، وبدون كل شيء على هذا الهيكل. من الخزي والعار انه يجي سياسي يخلي صورته بهذا المكان. إذن هو الفشل الحكومي في إنجاز المشاريع الخدمية وفي إكمال المشاريع المتوقفة منذ سنين بات أبرز معالم هذه الحكومة وحقيقة يدركها القريب والبعيد. للأسف وجدنا بعض المرشحين ومنهم مسؤولين حكوميين علقوا يافطات أو لافتات تشير إلى دعايتهم الانتخابية على هذا الجسر، وهي ليست إلا شماعة أخطاء أو شماعة فشل لهؤلاء المسؤولين. كان يفترض أن توضع في أماكن أخرى أكثر لياقة وأكثر لباقة في تلك الأماكن، إلا أنه للأسف مجسر الأم اللي هو المجسر حيوي أصبح من المشاريع المتوقفة، والتي سيؤدي هذا التوقف إلى اندثارها بشكل كبير وبنسبة كبيرة. وتبقى محافظة بابل إحدى محافظات العراق التي تشهد على تفاقم الفساد الحكومي فيه، الفساد الذي التهم ودمر الكثير من مشاريع العراق وإنجازاته.